أين هذا عقيل؟ معظمكم تعرفونه، نشهد له بحسن الخلق في أغلب الأحوال. هو ابن وأخ لنا، قد جاء ليخطب هندا من خالها جمال الدين الجص الذي كان كفيل هند مذ يتمت صغيرة وكفأ لكي يتولى أمر نكاحها كوكيل عنها. وها نحن في حضوركم أيها العدول، جئنا لكي نتمم هذا العقد على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لجمال الدين إلا بحسن الخلق والجوار، ونحسب أنه كفء أن يكون وكيلا، وعقيل من أولادنا ونحسبه مسلما حقا. نسأل الله لهم التوفيق. على بركة الله. وكما حدثنا شيخنا مالك عن أنه قد بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو بإذن ذي الرأي من أهلها أو بإذن السلطان. نعم، على بركة الله. على بركة الله. إذن نشهدكم أننا سنعقد لعقيل على هند على سنة الله ورسوله. انتظر أيها الفقيه. هند، ما بها؟ هل تم استئذانها أم لم تستأذن؟ يجب أن يسمع من سيشهد على هذا الزواج إذن هند. ألم تستأذن في خطبتها؟ هذا خالها، وهند أرملة أخي، فهل هناك من هو أحق أن يرعاها زوجة مني؟ هذا لا يلزم، يجب أن تستأذن وأن تقول رأيها صراحة لفظا مسموعا. يا رجل، إذا كان لا إكراه في الدين فهل سيكون في الزواج يا عقيل؟ ماذا بك؟ وهل تتزوج هند منك مكرها؟ وقبل هذا يا حفص، لا تكره ثيب على الزواج، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتسألوا هندا أيها السادة، وبعدها سنكمل عقد زواجهما بإذن الله. فلنسأل هندا، ولكني لا أعلم ما جدوى ذلك. صاهل وأسمع جدوى ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها أي سكوتها، والسكوت علامة الرضا كما يقول المصريون. هذا حديث رواه شيخنا مالك في موطئه عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتستأذن هند، فلتستأذن هند أيها السادة. أيا هند، هل تقبلين عقيلاً زوجاً على كتاب الله وسنة رسوله؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.